خلونا دلوقتي نعرف آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة من لمياء حمدين مرة تانية. تفضلي يا لمياء. شكرا أحمد. مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وفي كمان شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء، ده غير إن في كمان احتمالية لسقوط بعض الأمطار الخفيفة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وكمان في رمال مثارة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة هتكون في العالمين الجديدة 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.